السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد صباحك إن شاء الله. المعلومات التاريخية محمود ما تعرفون إلا لا سمعتوه على ما يقولون. الله يسعدك محمود. بالنسبة لدرب زبيدة تاريخية وش اسمه؟ درب زبيدة هذا قديم في زمن الجاهلية، اسمه القديم طريق مثقب، ثم بعد طريق مثقب نعم، ثم بعد ذلك طريق الحيرة، لأن الذي ابتدعه هم التجار الذين يصلون ما بين منطقة الحجاز وما بين منطقة الحيرة والمناذرة في العراق، ثم بعد ذلك سمي طريق الحج الكوفي بعد تمصير البصرة والكوفة، ثم بعد ذلك في القرن الثاني سمي درب زبيدة، وأجزاء منه تسمى الدرب السلطاني على حسب الدول التي كانت داخل الدولة العباسية مثل السلاجقة الأتراك وغيره. نعم ما شاء الله. شكرا محمود. نعم نحن محمود نحن اليوم في اليوم العاشر من الدرب الذي قطعنا قرابة 270 إلى 280 كيلو إن شاء الله، وبقي لنا من فيد إلى البعايث إن شاء الله وننهي هذه المرحلة. نحن كنا نسير على خطى الحاج في القرن الثاني والثالث والرابع، كنا نسير على خطاهم خطوة بخطوة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة، اللهم إلا في بعض المناطق التي كانت في داخل المزارع، وحرصنا كل الحرص أن يكون مسيرا وأن يكون طريقنا على نفس الخطى التي كان الحجاج حجاج بيت الله يسيرون عليها، وسرنا أيضا على خطى من صنع التاريخ، لعلنا أن نعيد النبض إلى هذا المخرج الثقافي والفكري والديني والحضاري. جزاك الله خير محمود، والله يبيض وجهك. خالص شكرا. ابو سلطان هلا. اللواء الدكتور عبد العزيز العبيده الله يحييك. ما ادري وش اقول، مدير الكوكبه هذه الله خادم الله. خادم القافله الله يجزاك خير، تكرم ابعد الله يحييك. الله يجزاك الدعاء اللي حصل والاعلام اللي حصل، جزاك الله خير. الله يجزاكم، الله يبيض وجيهكم على احياء الطريق. انت وامثالك ومتابعينكم هم السبب. الله يجزاك الله حياك. ابو سلطان وش بقي لكم؟ احنا باقي لنا طال عمرك اليوم عندنا استراحه بفيد ان شاء الله، وبعدين نبي نمشي ان شاء الله، يبقى لنا حوالي 150 كيلو ان شاء الله، نبي نحاول نقطعها بثلاث اربع ايام بحول الله الى البعايه. إلى البعاية إن شاء الله. الله يوفقك. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. طيب الناس يسألون عن صحة الرحلة، يعني هل حصل في إصابات إعاقات شيء؟ يا ربي لك الحمد والشكر، ما في أي إصابة، وبعدين الحمد لله كل ما لنا نزيد الحمد لله. إصابات ما في أي إصابات، تعرف المشي لابد في بعض الإرهاق وبعض الانتفاخات بالأرجل، لكن يعني ضئيلة جدا. أصلا كل اللي معنا نخبة هذولا مشاة ما شاء الله، لكن أبشرك الرحلة هذه هي رحلة تكسير الأرقام ما شاء الله. ما عندنا واحد إلا كسر رقم له ما شاء الله، سواء البقاء بالبر أو المشي أو المهم، هذه رحلة تكسير الأرقام ما شاء الله. الله يوفقكم أبو سلطان، ألف شكر لكم. الله يجزاكم، عاجزين عن شكركم والله. بالعكس ما أدري وش أقول، التعبير يمكن يخون من بعض. الله يا والله دائما أنت كلك تعبير. الله يسلمك، وحنا نشكر أهالي فيد اليوم، يعني هذه سابقة يمكن ما دخلها العدد إلى فيد من السواح في تاريخه. الحمد لله موفقين إن شاء الله. شكرا 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 لوجودكم، شكرا لوجود الأخوان جميعا. طبعا معنا سميك عميد المشاة. لا 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 قضى من درب الهجرة. الله يجزاك خير. على درب زبيدة. الله يبارك. ما أدري إيش الهدف الثاني. قضى إن شاء الله. حياك الله أبو محمد. الله يحييك ويبارك فيك. الله يجزاك خير ويرضى عليك. إن شاء الله. وشلونكم؟ اللهم لك الحمد، كانت رحلة ممتعة ومستمرين إن شاء الله، باقي لنا كم من يوم إن شاء الله، أربعة أو خمس أيام بإذن الله. ما شاء الله. ومستمتعين بالرحلة فعلا والله مستمتعين، أنك تمشي على التاريخ، تمشي على يعني أنت الآن كأنك كتاب تاريخ تقرأه وأنت تمشي فعلا. الله يجزاك خير. الله يوفقك. اللهم أمين. الله يبارك فيك. طبعا بنحط لك سناب أبو محمد. وقلنا لكم تابعوا، كثير من الناس يتابعوا وش صار على الرحلة. أبو محمد دائما ما شاء الله هو الأول بالتغطية وكذا، فاللي يبغى المعلومات وكذا عنده. جزاكم الله خير، بيض الله وجهك. من أبطال خط زبيدة، كم العمر ما شاء الله يا عم؟ 65 سنة. ما عاقوا
العمر ولا شيء، ما شاء الله مشيت الطريق كله الحمد لله، ومشيت برضه من مكة لينا المدينة لله الحمد. درب الهجر كنت معه؟ ايوه نعم انا معه. نعم الله يحييك. الاسم وانا اخوك بخيت عبد الله المالكي. ونعم من المالكي الطاهر. الله يسلمك بك. الله يسلمك. تسلم حياك الله. حياك الله ابو عياش. الله يحييك. الله يحييك. تسلم وتعيش ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه. انا عمري طال عمرك الحقيقي 65. ما شاء الله. نعم. ما عاقكم يعني العمر ولا لا لا لا، العمر هو رقم بس. ما شاء الله الحمد لله. الله ما شاء الله الحمد لله. الاسم يا ابو عياش؟ مساعد عياش الزيد الجوف. الجوف. ونعم نعم الله يوفقكم. الله يجعل الجميع ان شاء الله. تسلم ما شاء الله. هذا الورد وهذا الدنيا ما يحتاج ورد على ورد. الله يوفقكم ان شاء الله. تسلم. الله يبارك فيك. الله يرضى الله ابو عبد العزيز. الله يحييك. ابدعتوا ما شاء الله. الله عبد العزيز. الحمد لله والشكر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الاسم سالم صالح السيف من حايل. من حايل. ونعم. نعم. ما شاء الله تبارك الله. كم العمر؟ العمر 58. ما شاء الله الحمد لله. ما عاقكم العمر؟ لا الحمد لله. قطعتوا المسافه كامله. اي الحمد لله. بس يوم اجيكم المره الاولى وجيكم مش ملحه. لا الحين وجيكم تغيرت. الحمد لله. لعبتكم عوامل التاهيه. لا لا زين والله، الجو الحمد لله زين والأجواء الحمد لله ساعدتنا. الله الحمد لله والشكر، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. امين وياك. الله يجزاك خير وموفقين خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا. طبعا اول ما جينا كانت وجيه الشباب ما شاء الله توم تروشين وكذا، واليوم تغيرت وجيه لعبتهم عوامل التعريه. الله يوفقهم ان شاء الله ويوصلهم سالمين غانمين يا رب يا الهي. طبعا الدعم اللوجستي أخونا عبد الله الضيدان شيف الشمال. جزاك الله خير، انا راقبتك وعلى طبخاتك وشغلك، تشكر امك الشباب. يا حبيبي يا والله الحمد لله والشكر، وفقنا الله والحمد لله. الى البارح واخذت اراء جميع المشتركين الحمد لله، لحد الان الوجبه معجبتها وماشيه رغم التنويع ورغم الظروف. قدمنا الى اليوم الصبح 2025 وجبه ما شاء الله الحمد لله، منوعه ما بين لحم ما بين دجاج ما بين ادامات ما بين سلطات ما بين والفطور كل شيء الحمد لله شكرا. طبعا بس الشديد كل يوم لكم مكان. اي نعم، نمشي من موقعنا الساعه 8:30 ونصير ثابتين الساعه تقريبا 10:30 بالكثير، نحط المطبخ ونبدا نشتغل نتبل نزين اغراضنا نزين اشياء يعني الحمد لله. تسلم يا بس وجهك هذا مزيون قبل 10 ايام. اي بالجد ساونا خيمه المطبخ ساونا يجون عندي الصبح عشان ادفى. الله يوفقك يا حبيبي. تسلم. تابعوا طبعا استعداد البدء سير هذا ابو عبد العزيز جزاه الله خير ما شاء الله مبدع واداره، اسكت الله يوفقهم ويوصلهم بالسلامه. حي الله اخونا عبد العزيز. هلا اخونا عبد العزيز الجميل، احد الداعمين والمشجعين والماشيين جميعا بالدرب. الله يبيض وجهك على الدعم. يا هلا وسهلا اخوي عبد الله. هلا والله. يا هلا. الله يحفظك. طبعا الداعمين ماديا ومعنويا واجب، هذا واجب اجتماعي يعني، هذه من الواجبات اللي المفروض كل انسان حقيقه ودك انه الجميع يشارك في السوشيال ريسبونسبيلتيز هذه، انا اعتقد انها مهمه جدا ويجب على القطاع الخاص انه يساهم فيها، بالذات انه مثل ما سم. فحقيقه انا الشكر لصاحب هالمبادره هذه اللي هو عبد العزيز حقيقه اللي اي والله الله يجزاه خير، يعني فعلا كان تحدي بالنسبه له والحمد لله اثمرت ونجحت والجميع مشكور حقيقه، جميع من شارك جميع من ساهم جميع من دعم في هالمبادره هذه. هذه بذره إن شاء الله. أنا أتمناها، أنا أتمنى أن نرى أسواق يعني مثل على غرار سوق عكاظ. أوكي. أنا أتمنى أن أرى سوق درب زبيدة على غرار سوق عكاظ. إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا ابو سعد. اهلا وسهلا. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك حبيبي، طول عمرك حبيبي. طبعا ما بسالك على العمر، 24. لا 24. اسك مي وات اي فيل، وش اشعر فيه؟ وش اشعر؟
طبعا وصول نائب امير منطقه حايل المشاركه بالبسير، الله يوفقهم ويجزاهم خير على تشجيع اماره منطقه حايل واهل المنطقه. يعني اشياء الصراحه ابدعوا فيها، الله يوفق الجميع. كابتن محمد العتيق، هلا والله، هلا ابو منصور، راقبناك انت والطياره يا اخي، ارفع عنا يضيق صدري لا طر وارتاح لا نزل. لا ان شاء الله ماخذين وسائل السلامه والامان مثل الحين يا طويل العمر. اليوم بدا يتذبذب الهواء، احتمال اطير واحتمال ما اطير. إيه؟ مع انه يعني فرصه جايه الامير وكذا. إيه؟ لكن اهم شيء السلامه. اي والله ابى اشوف ان شاء الله اذا ثبت الهواء باذن الله طرت. انت خبر حياتي الاولى. إيه؟ مبدا السلامه مقدم عندنا. إيه؟ على اي شيء آخر. على اي شيء. نعم. الله الله يوفقك والباقي على الله. بس ان طرت تكفى. إيه؟ علمنا غمض لي تنزل. لا ان شاء الله ما الله يرضى عليك. على فكره حاولت انا بالطيران. إيه؟ والله كتب لي نصيب، رحت بسجل وقال الوقت نشوف لك ابداعات ان شاء الله اليوم باذن الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ابي هذه اللي لارقت فوق الطفيه وتبدا تبرم، ما ادري ايش قال لها. هذه سبايرل اسمها. الوزن. لا ما الوزن ما يشكل. ايه هذه راحت الحين. راحت الله. ايه الله يوفقك. الله يرضى عليك. ان شاء الله تبدا اليوم، ان شاء الله يزين الجو. ان شاء الله. يسمونه سبايرل. حلزوني. 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 ايه الله يوفقك. او كذا الله يرضى عليك. ان شاء الله يزين الجو وان شاء الله باذن الله. الله يسلمك. موفق خير يا بعد. تسلم ابو منصور. الله يرضى عليك. طبعا لو تكلمنا عن الطيران الشراعي حق الهواء انواع واشكال وكذا، ما ودي نطول السناب لان عندنا درب زبيده وكذا ويطول السناب بالحيل، لكن هذا اخونا محمد العتيق بدا يلبس. نبي ناخذ عن الطيار هذه فقط بس. هلا اخوي محمد. هلا. الكوت اللي لبسته شو للبرد؟ عن صفقة الهواء. ما ينفذ الهواء منه. ايه. يستخدمونه لسكي التزلج على الجليد. ايه. ايه ما ينفذ الهواء منه. ايه. وبد ما عندك طيب. ما شاء الله. ايه والله. الله يوفق. طيب والكناد العادي وهذه الطيارة وش قال له؟ هذه براموتا. براموتا. ايه. ايه. لا هذه الوكالة. ايه. لكن النوعية. لا هو براموتا. براموتر. برا موتور. برا موتور. إيه يعني باراشوت وموتور. ايه الله يوفق. ايه هذه طيب معي. انت معك جهازك مشتبك مع حقين المنظمين؟ لا انا ابي خاص حاسبه. ايه لا لا لاني دائما على فكري يشبك الجهاز وانا تحت وهو فوق واكلمه. إيه ارتاح نفسيا. ايه لا اكلمك انا. ايه وشلون؟ تنقل كنت على شغل حق السياره. لا هو حق السياره. ايه ايه دبي شو اخاف الاخبطهم انا لجتي واجد. تبي اطلع؟ لا 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 والله. لا والله لا 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 الله يكثر خيرك وبيض وجهك. لا والله شغل الماطور هي مواطين حق الكهرباء. الله يوفقك. يلا ابو تكفى. يلا 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 يا ابو خلنا نشوف لا نطول. الله يبيض وجهك. الان تتلبس انت وش اساعدك فوه؟ بس ابي اشغل. ايه بس. ايه وباذن الله اشبك هذا. الله يوفقك. البس الخوذه. ايه واشبك الجهاز. ايه وخلاص هذه بكس ترفع وتطير. طيب والهواء؟ الهواء بدا تقل يثبت الحين مش وين هناك. ايه يمكن يكون. ايه. عند السيارات هناك يكسب الوجه الصدمات. ايه ايه اذا كان متذبذب هذا انكذب. كان بدا اخونا محمد العتيق يلبس هذا شد الطياره على ظهره وهذه الخوذه الله يوفقه ويستر عليه. طبعا يشبك الجهاز الاتصالات بعض الاشياء. هلا بك. طبعا مع اظن ما عاد يسمعنا. دايركت. اي دايركت على طول. هذا الريشه. ايه ما شاء الله. الله يوفقك الامين يستر عليك. نبي نلاحظ القلاع. جوده يا ابو عتيق. طبعا شبك الشراح الان اللي الباراشوت شبكه. اوه
على طول وقف ما شاء الله. طبعا هم مشوا من الموقع هذا وراح الان يطردهم وان شاء الله اني بعدنا وراه بس انا على الله يستر عليه بلومي يا رب يستر عليه اساك الكهرب قدامك برض وبسم الله يستر عليه ووفقه. السلام عليكم. طبعا لازلت مع الشباب. هذا الاثر اللي قدامكم هذه قلاع او حصون درب احد درب زبيدة اللي هو طريق الحاج الكوفي. طبعا درب زبيدة كثيرة لكن من ضمنها الحاج الكوفي واشهر. طبعا احنا مدينة فيد. مدينة فيد التاريخية التابعة لمنطقة حايل هي منتصف الطريق. ما منتصف الطريق بالمملكة فقط، لا، منتصف الطريق من الكوفة إلى مكة 600 كيلو. 600 كيلو طبعا هي من المحطات الرئيسية اللي محطوطة لتأمين الحاج. طبعا مدينة فيد لا زالت حية ومدينة يعني حاضرة الآن، لكن هذا المدينة القديمة تم التنقيب عنها بعد تم التنقيب عنها مؤخرا وطلعوا يعني الجدران الحوايط والمدينة القديمة. طبعا يوجد فيها حصين، شوف ذاك الحصن أو قلعة برضو قلعة بعد التوسع، وفيه جدار ثالث ما بعد طلعوه، ولا زال فيه هناك الركمات اللي ورا تشوفونها ذيك لم يتم التنقيب عنها. طبعا زرناها كم مرة وسنبناها بها كم مرة، معلوماتها يعني ما هي جديدة علي وعلى كثير من المتابعين اللي كانوا يتابعون. طبعا ممدود له الغريب. خلنا ننزل نبي نوريكم شيء. نقمز مع الجدران ربكم يستر. طبعا بحبالك هناك شايفين هذه البيوت القديمة مدد الله زي ما تقول للماء. شفت الحصات دي؟ طبعا الماء يجي له هذه مدلكم عن طريق خزانات مو بخزانات، عن طريق انابيب صخرية عين موجودة عند النخيل هناك سحبت بشكل مخفي اكتشفت مؤخرا الى ان تصل للمواقع هذه. نظام عجيب وغريب وقوي جدا. هالبقايا بعض الاثار برحية زي النجل المدق وهذا الخرز كله يجب المحافظة. هذه احواض للمياه هذه احواض مياه وهذه خرز وهذه زي ما تقول النجر او اللي يدقون به القمح وغيره. ولا زالت الان شوفوا بعض المناطق لم ترقب الى الان. طبعا متولي تظن جامعه حائل للاثار كل يوم يحضروا لهم شويه. اي واحد يمر مع الطريق فيد قريبه من خط القصيم حائل، اي واحد يمر هو عياله عنده وقت وكذا يميل وتفرج. طبعا هذا القصر الداخلي لا زال تحت التنقيب الى الان، لا زال الان تحت التنقيب. هذا لا لا لا. القلعة الداخلية الكوام هذيك زي ما قلت لك موعد نقبة فيها بركة ضخمة هناك وراء لتجميع المياه. نقطة أهمية أنه وسط الطريق على ما يقولون وسط الطريق. طبعا البيوت اللي تهو هذول يأمنون للحاج زي ما تقول أغراضهم وحوايجهم بيع ومشترى مع الحجاج. بنشوف المسجد جميل جدا وضخم، يعني لو شفت المسجد يدل على يعني عدد المصلين معناته ان المدينة كبيرة جدا كانت في يوم من الايام ولا زالت ما شاء الله. لكن قديما كانت يعني طبعا سووا الدروب هذه جميل جدا سحلة وشالوا الحصى. كنا قديما نجية عبارة عن اكوام، الان بينوها وبينوا جدرانه وهذا شيء جيد. حطوا بعض اللوحات الارشادية برضو شيء جيد، بس اتمنى انها تكون مفتوحة.
كل من مر يميل عليه قريبة من الخط. هذا الأسوار الحصن، قلعة، بركة الحصن اللي قلناكم في الأخير، هذه الأشياء جميلة تبين للشخص اللي يجي يكون عندنا فرصة أكثر وأكثر ووقت أطول، ونكون خفيفين يعني ما في ناس واجد، تكون فيها المعلومات وش اللي قدامه. هذا المسجد، هذه السرحة اللي احنا لازم تسمى سرحة المسجد اللي بدون سقف، هذا بشكل أكبر. وشكرا لكم. المسجد المسقوف أعمدة ضخمة جدا، برضو تم حفره وتضبيطه بشكل ممتاز. هذه طبعا التصوير ده سريع إن شاء الله، أنا سنبت بقى قبل كذا ونزلناه بالمواقع الثانية، لكن إن شاء الله نحصل لنا فرصة. طبعا هذا السور، هذا السور قلنا لكم الثاني، وهذا الأول الداخلي، هذا أسوار القوة مديه سور ثالث إلى الآن يقول ما تبين لنا كذا. الله يوفق الجميع. حطركم مثل حسب قومي على أساس يعيدون الترتيب من جديد، والله يوفقهم إن شاء الله. جميلة هاللوحات الإرشادية، تعطيك بشكل سريع أو تدلك على شيء سريع.